السلام الأبطال، صافا كل شيء وهذاك؟ الأصدقاء أنا عارف باللي بزاف منكم عندهم الجهاوي وعندهم حتى الباك، مالي الباك غيدوزو وقيلة في النهار اللي غتحط في هاد القصة. الله يجيب النجاح، تفرحوا والديكم وعلاش لا وديروا جهدكم. ما غنقول لكمش بلي الباك هو مفتاح الحياة، ولكن شد الباك ديالك وسير دير اللي بغيتي، دير صنعاء دير اللي عجبك، ولكن شد الباك فرح دوك الوالدين اللي عندك تما. الله يجيب النجاح لكل شيء، المتابعين واللي ماشي متابعين. غنفرح الا شفتكم من بعد كومونتيتو بلي نجحتو، والقصص ما عندهم فين هاربين، ها هما كيتجمعوا لعندكم هنايا حتى تساليوا المسائل ديالكم. ارا ما تصنط، عندي لكم واحد الطلب خفيف. ف صندوق الوصف كاين كاتب القصه واللي كتب لنا بزاف ديال القصص واللي عنده قصص اللي زوينين، محمد جمالي. القناة ديالو كاينة في الديسكريبشن ولا صندوق الوصف، كنتمنى تدخلوا عنده، تخليوا ليه ابوني، جيم الفيديو اللي حاط، انا غنحط لكم فيديو لتحت، وسمعوا داك الشي ديالو راه الدري عنده ما يقول. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، جيم الخوت مهمة، نبغي نشوفها، التعليقات ديالكم كاملين، غادي نشوفهم. اللي ما دايرش ابوني تقدر ديرها، راه ساهلة. بارطاجي الفيديو ولا القناة مع أصحابك ولا عائلتك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، كنبغيكم. يلا دير الكيت، سير شي بلاصة مزيانة، تكالما مع روحك، ركز مزيان، ويلا بينا. واش فراسك بلي الحياة جيم، لعبة؟ اه لعبة فيها بزاف ديال السطاجات ولا ديال المراحل، وانت اللي كتحكم فيها. يا اما كتشد الطريق الصحيحه وتعيش حياه هانيه، ولا كتبع الخطاوي ديال الشيطان وكتدمر حياتك وتولي خاسر في الدنيا والاخره. انا ما جيتش نحكي لكم قصتي باش تستمتعوا بها، ولكن باش تاخذوا العبره. حاجه واحده اللي بغيتكم تعقلوا عليها، واللي هي هذا العالم عنده باب واحد، ولا دخلتي منه ما بقيتيش غادي تخوش. القصة من كتابة وتأليف محمد جمالي. أنا يوسف، القصة ديالي غتبدا من لي الله كانت عندي 18 سنة. كنت ديك الساعة قربت ناخذ الباك ديالي، حياتي كانت عادية، كنت مشغول غير مع الباك والتوجاد ليه. ساكن مع الوالد اللي سميتو المختار، عنده 50 سنة. الأب ديالي كان من النوع اللي ديما معصب وطالع ليه الدم، وعلاش؟ الله أعلم. إلا مشيتي حتى طلبتي منه شي حاجة ولا جبتي معاه صداع، غادي يندمك على النهار اللي دويتي معاه فيه. ما بالنسبة للأم ديالي سميتها عائشة ولا عائشة، واحد السيدة اللي حشومية حنينة، هي اللي صابرة على الهبال ديال الوالد وعاطياها واحد الهيبة في الدار، ما كانتش كتعاود معاها كاع الهضرة. عندي حتى خويا الصغير اللي سميتو اسماعيل، هذا المفشش ديال الدار، وبلا ما ننسى لكم جدي اللي كان ساكن معانا الحاج الهاشمي، واحد السيد اللي كبير في العمر ودائما هز معاه واحد التسبيح والعكاز ديالو الكحل. الناس في القبيلة ديالنا كيعيطوا عليه الحاج، واخا هو عمرو زار داك المكان الزوين، عزيز عليا قرا الكتوبه، وعنده واحد المكتبه اللي فيها جميع انواع الكتب، ومثقف كثر من القياس، حتى من اللغات كيطير فيهم. نسيت انا ما قلتش لكم بلي راني ساكن في العروبيه. الاب ديالي خدام في التجاره ديال داكشي ديال الزرابي، عنده واحد البازار في المدينه، كيديني معاه بعض المرات ملي كتكون العطله نتسخر ليه ونقابل ليه المحل. انا كنت واحد الانسان حدودي وماشي اجتماعي، ما كنتش بحال الدراري ديال القبيلة اللي عز عليهم يلعبوا الكورة ويجمعوا في الليلة جهة الغابة. أنا كان عز عليا غير نسد عليا في البيت ونبقى كنقرا في شي رواية ديال الخوف ولا العذاب النفسي. هاد الحب ديال الكتوبة ما تزرعش فيا صدفة، ولكن وردته من جدي وحتى من الوالد. كنت سلت المكتبة ديال جدي اللي كان ممنوع علينا ندخلوا ليها، كنشفر لي شي كتاب من الكتوبة القدام اللي ما كنت كنفهم فيهم والو، كانوا واحد الكتوبة اللي مغلفين بالجلد ومكتوبين بالخط ديال اليد. ما كنتش عارف شنو مكتوب، وكنت كنبقى ديما كنتفرج غير في دوك الرسومات الغريبه اللي كاينين في دوك الكتوبه. كيقولوا بلي جدي كان
من رحالة وحياته كاملة دوزها في الترحال من بلاد لبلاد. وغالبا هاد الكتوبة اللي في هاد المكتبة جمعهم من رحالات ديالو طوال. العلاقة بين الأب ديالي وجدي كانت فالصو هي أنا، هما بجوجهم في نفس الدار ولكن ما كيدويوش مع بعضياتهم. ما كنتش عارف السبب بالضبط، حياتي كاملة وأنا عايش معهم وعمرني عرفت شنو كاين، علاش هما مخاصمين. كنسول الوالدة ديالي ولكن ما كتبغيش تفتح معايا الموضوع. على العموم حياتي كانت مملة، ما فيها حتى شي حاجة اللي كتميزها. الليس اللي كنت كنقرا فيه كان بعيد على الدوار اللي ساكن فيه، داكشي علاش كنت مسجل في الحي الجامعي في واحد الفيلاج قريب لينا وكنبقى تما. الويكاند كندوزو في الدار ديالنا في العروبية. أما بالنسبة للحي الجامعي فكانوا عندي فيه ثلاثة ديال الصحاب، محسن جواد وخالد، كنا ساكنين في نفس الشومبر. في كل ليلة كنطفيو الضو وكنخدمو الفلاش ديال التليفون وكنبداو كنتعاودو على القصص ديال الرعب والجنون والعالم الآخر. هذه هي النقطة اللي كنا مشتركين فيها بزاف، كنا غير كنضحكو بداكشي ونسيو به الهمة ديال القراية. في نفس الشومبر كان ساكن معنا واحد الولد واحد آخر اللي سميتو سيف الدين، ما كانش كيدوي معنا قليل قليل بزاف. هاد الولد كان غامض ومخشي في جليلو، ما عندوش صحاب واصلا ما عمرني شفتو هضر ولا تكلم مع شي واحد، بيناتنا غير السلام. وديما كنت كنلاحظ باللي كيقرا شي كتوبه في شكل، غير من الشوفه الاولى كيبان ليا باللي هادوك ماشي روايات ولا كتوبه اللي عاديين. باقي كنعقل واحد الكتاب كان كيقرا فيها سميتو قواعد السحر الاسود، وتما شدني الفضول بزاف وقصدتو في ذاك النهار. واخا ما كنتش موجد شنو غادي نقول ليه، قلت في نفسي شنو غنقول شنو غنقول شنو غنقول، واش انت كتعلم السحر والشعوذه؟ انا الجواب باين غيقول لي دا فراسك. داكشي علاش دخلتو بديك الدخله ديال واش ممكن تسلفني شي كتاب ونردو ليك. شاف فيا وطول شوفه بزاف حتى قلت واقيلا ما غيدويش، ولكن في الاخر قال لي مرحبا ولكن انا راه ما عنديش روايات. قلت لي وشنو النوع ديال الكتب اللي عندك؟ بلا ما يدوي معايا جبد واحد الشكاره من تحت سداري، جبد منها العشرات ديال الكتب، كل كتاب غرب من الثاني. وسولت وقلت ليه ولكن شنو هما هاد الكتوبه ديالاش؟ قال لي هادو ديال التعلم السحر وروحانيات. بقيت مشوكي وانا كنشوف فيه، وهنا تيقنت باللي خونا ممكن يكون هارب ليه ولا شي مشعويت. شاف فيا هو وقال لي امالك تخلعتي، هادو غير كتب اللي مزورين، جربت منهم شحال من حاجه وما صدقاتش. انا كنقرا هاد الكتوبه غير على سبيل المتعه ماشي شي حاجه. انت شنو النوع ديال الكتب اللي كتقرا؟ قلت لي غالبا روايات ديال العذاب النفسي ولا الانتقام. قال لي علاش كتفضل بالضبط هاد النوع؟ قلت لي ما عرفتش علاش، المهم كنجاذب لهاد النوع. غير هو راني كنحس بواحد اللذه وكنفرح ملي كنشوف في الروايه العذاب ديال الشخصيات. شاف فيا باستغراب وشفت فيه وتبسمت وقلت لي مالك شفتك بحال جاتك عجب. قال لي لا لا لا، غير تفكرت واحد صاحبي كان كيعجبو نفس النوع ديال الروايات ودابا عرفتي فين كاين هو. قلت لي فين كاين؟ قال لي راه في السبيطار ديال الحماق، مستشفى الامراض العقليه، والتشخيص اللي تعطاه هو انه عنده انفصام في الشخصيه. قلت لي لا لا لا، واش دابا غنقولوا اي واحد كيقرا هذا النوع وكيعجبو غيكون مريض نفسي؟ قال لي لا، ولكن راه كل قارئ وكيفاش كيشوف هذا النوع، كاين اللي كيتعاطف مع الشخصيه وكاين اللي كيعاتب الشخصيه على الخوف ديالها، وكاين اللي بحالك كيتلدد وهو كيشوف الشخصيه ولا الشخصيات كيتعذبوا. قلت لي ما عليناش، خلينا نسدوا هذا البلان هذا حيت لا حليناه غادي نبقاو هنا. قول لي شنو كيعجبك في هاد الكتب اللي كتقرا نتايا؟ قال لي والو، مجرد هوايه وعشق للرعب. انا الخوت طولت في الهضره مع سيف الدين، وبحال الا قلتو تهرسات ديك الحدود اللي كانت بيناتنا. بقيت كنسولو على القواعد ديال السحر وكيفاش حتى ممكن تحضر شي جني، والغريب انه كان كيجاوبني بالزربه. خونا لقيتو بحرف هاد البلانات هادو ديال السحور والتسخير واستحضار الجن ولا كيما كيسميوها هما العلوم السوداء. مع الايام ما بقيتش كنعمر مع الدراري بزاف، وليت لاصق في سيف الدين وما كنتفارقش معاه. ودازت سيمانه وصل السبت والحد، جمعت شي حوايج والكتوبه في الشكاره وخرجت باش نشد المركوب ونطلع للدوار. وهي هذيك شديت الطريق ومشيت للمحطه باش نشوف شي كار اللي وصلني. ركبت
واحد الكار اللي حطني في الدوار ديريكت في الدخله. تحركت كنتمشى حتى وصلت للدار، لقيت جدي الحاج الهاشمي جالس كيف عادته فوق من الكرسي ديال الخشب قدام الباب. سلمت عليه وبست ليه يده ودخلت، ولقيت الوالده في الكوزينه كتوجد الغداء والبهلوك ديال خويا الصغير حال فمو في سبونج بوب في التلفازه. دخلت لعند الوالده سلمت عليها وبدات كتسول فيها اسئله اللي روتينيه اي واحد فيكم غيكون كيتسولهم في دارهم، بحال كيدير مع القرايه وياك ما عندك شي مشكل. جلست حداها وبديت كنقي لها الجلبانه وسولتها، قلت لها كي غادي الوالد مع الخدمه؟ قالت لي الحمد لله السلعه ماشيه ليه في المحل. قلت لها والحمد لله داكشي اللي بغيت، كيدير الاحوال بينو وبين جدي اش باقي؟ قالت لي كيف العاده وليدي ما كيهضروش مع بعضياتهم. قلت لها راني لحد الان بقي ما عرفتش علاش مخاصمين. وقفت من بلاصتي وقلت لها عارفك ما غتجاوبينيش، ونخليك الوالده غنطلع لبيتي نرتاح شي شويه راني مهلوك. هاد الايام كان عندي الصهير بزاف مع الحفاظه، يا ربي تسمح لي غير كذبت عليها. كنت كنضل سهران مع سيف الدين، وليت مهووس بالكتب ديال السحر واكثريه دوك الكتب اللي ما كيكونش عندهم مصدر. قالت لي الوالده الا كانوا عندك شي حوايج باغي تصبنهم حطهم حدا الماكينه ديال الصابون. تمتمت ليها وانا غادي وقلت لها واخا الوالده الله يخليك لينا. طلعت لبيتي سديت بالساروت وتلاحيت فوق من السداري، حليت الشكاره وجبت منها شي كتوبه خلاهم عندي سيف الدين. بديت كنقرا والحاجه اللي ما فهمتهاش كنسطر عليها حتى كنمشي لعندو هو وكيشرحها ليا. وانا جالس سمعت الوالد دخل، سديت الكتاب خشيت تحت من السداري وجبت شي ملخصات وشي وراق ديال الوطني، وبقيت جالس في بيتي وسد عليا كنراجع الوطني اللي قراب، مدور بيا الكتوبه والوراق ديال الامتحانات اللي فاتوا زعما، وكنحاول ندرب فيهم. كنت مركز واخا هكاك في المراجعه حتى سمعت صداع في الدار لتحت. حليت الباب ديال البيت بالزربه وهبطت، لقيت في طريقي خويا اسماعيل وقلت لي اش كاين اسماعيل؟ قال لي الوالد مصادع مع جدي. قلت لي علاش؟ قال لي لقاه كيدير شي حوايج ما مزيانينش في المكتبه ديالو. مشيت انا كنجري لجيت المكتبه، وصلت وقفت قدام الباب ولقيت الدنيا تما مرونه وكانت الريحه ديال شي بخور اللي خانز معمر الدنيا. سديتني في بيدي ودخلت، شفت الطابله اللي وسط من المكتبه كانت عامرة بشي حوايج اللي غراب، ومن هاد الحوايج كانت واحد موكا اللي ميتة وكانت كارمة، واحد الجلد ديال الفعة كان باين كان منقط، كانوا محطوطين فوق منه شي رسمات مديورين فوق من الطابلة. وسمعت جدي قال الوالد غتندم المختار على هادشي اللي كدير فيه. قال لي الوالد وبعد مني واعطيني الثقة. جدي سكت شوية هو دور عينه شافني وشاف الوالد وقال ليه انا غنمشي ولكن انت غتعاقب في الدنيا قبل الاخره. بقيت كنشوف فيهم وما فهمت والو من الهضره اللي كيقولوا، بحال كانوا متعمدين يهضروا بالالغاز باش انا ما نفهمش كلامهم. هز جدي العكاز ديالو من فوق من الطابله وتم غادي خارج، وقبل ما يخرج شاف فيا مزيان وقال لي الله يكون معاك اوليدي. طول فيا الشوفه بحال الا كان باغي يقول لي شي حاجه ولكن ما كانش قادر. من بعدها خرج من تما، شفت انا في الوالد وقلت ليه اش واقع با؟ قال لي راه جدك هذا سحار حصلته كيدير في هذا الخبز ديالو وسط منداري. قلت لي راه ما يمكنش با، جدي راني كنعرف وشاد طريق الله ويضل شاد التسبيح ما يمكنش يدير شي حاجه ما هياش. قال لي التسير اش كتعرف انت؟ واش غتكذبني؟ اللي قلتها هي اللي كاينه، وهاد جدكم من اليوم غنقطعوا معاه العلاقه، ولا عرفت بلي هدار ولا مشى عنده شي واحد فيكم ما هو ولدي ما نبعه. ودابا خرج من هنا غنسد هاد القنت هذا حتى نشوف شنو ندير في هاد الشيء. خرجت من المكتبه وسدها الوالد بالساوت، وانا بقيت مخربق بزاف وما متيقش هاد الشيء اللي وقع. كيفاش جدي ممكن يدير شي لعيبه عندها علاقه بالسحور؟ جدي كان انسان مثقف، ومن فوق من مثقف كان راجل متقي الله، عمرني ما شفت منه العيب، وما عمرو زقل الوقت ديال الصلاه لا في الدار لا في الجامع، فمستحيل يدير هاد الخبث حيت هاد الشيء كيأذي الناس. وانا تفكرت الذكريات ديالي مع جدي، كيفاش كان كيجيب لي الحلوى وكيخبيها في القب ديالو من السوق وكيعطيها ليا. والصراحه زدت تخربقت، بقى فيا الحال كثر من جهته، وخا نقولوا هو كاع سحار، ولكن راه ما خاصش الوالد يجري عليه بهذه الطريقه. العلاقه اللي كتربطني انا بجدي كانت واحد العلاقه اللي قويه، ماشي شي حاجه بحال هاد الشيء غادي تزعزعها. على العموم دازت ليام، ومن ذاك النهار ما عمرني سمعت شي خبار
على جدي مسكين، ومن الفوق ولمنوا علينا نجبدوا سيرتو في الدار. شحال من مرة حاولت نفتح مع الوالد الموضوع ونفهم منه كتر، ولكن في البداية ديال الكلام كان كيسد عليا وكيدور فيا، كان كيقتلني الفضول كتر. بغيت نعرف السبب الحقيقي اللي خلى الوالد يجي غير على جدي من الدار بداك الشكل. فخليت الوالد حتى خرج من الدار ودخلت البيت ديالو. كنت باغي نهز السيروت ديال المكتبة، كنت عارفه مزيان كيحطو في المجار اللي حدا راسو. دخلت للبيت كنت سلت على صباعي، حليت المجار، ولكن اللي غريب هو اني لقيت ثلاثة ديال السوارت، واحد كان ديال المكتبة وجوج اخرين ما عرفتهمش ديالاش. هزيت السوارت كاملين درتهم في جيبي. اول مرة كنت كندير بحال هادشي الا حصلني الوالد، انا متأكد ما غاديش نبات في الدار، ولكن الاخوان غيعذروني. راسي كان ضارني والسبب اللي عطاني الوالد ما اقتنعتش به. المهم علينا، خرجت من البيت وهبطت المكتبة اللي كاينة لتحت، تأكدت انه حتى شي واحد ما كاين. الوالدة ديالي مشات للسوق وخويا اسماعيل مشى للمدرسة. حليت الباب ديال المكتبة ودخلت ليها، بديت كندور فيها عينيا وكنشوف. صراحة حاجة ما كانت غريبة، كل شيء كان عادي. وانا كندور عينيا بديت كنقيس في الكتب اللي تما. دورت عينيا يتبان لي واحد اللوحة اللي في شكل معلقة في الحيط. ما عمرني انا ما شفت هاد اللوحة هادي، ولا نقدروا نقولوا اصلا انا ما عمرني وصلت لحتى لهاد البلاصة في المكتبة، حيت كان ممنوع. كنت ديما كندخل كنهز شي كتاب وكنخرج. بقيت كنشوف في ديك اللوحة اللي كانت غريبة، وانا غادي نحاول نقول لكم كيفاش دايره. كانت اللوحة مرسومين فيها بإتقان جوج ديال اليدين كيتسالموا، وحده من دوك اليدين كانت ديال الانسان ديال بنادم، كانت باينة، ولكن اليد الاخرى كانت كتخلع. كانت يد اللي لونها حمار رقيقة بزاف، والصباع اللي فيها طوال، وعندهم واحد الضفار اللي كحلين وطوال بزاف. ما كنتش قادر نشوف داكشي مزيان، داكشي علاش قررت نجيب واحد الكرسي حيت كانت عالية، ونطلع نهبطها ونشوفها كيف ما بغيت. وفعلا جبت الكرسي، حيدتها من بلاصتها وبقيت كنشوف فيها. بديت كنقلب فيها بيديا، واحد شوية بانت ليا من اللور ديالها مخشية واحد الورقة اللي صفرا في الكادر من اللور. جبت الوريقة حليتها، كانت الوريقة صفرا ومقطعة من النص، باينة فيها ضاربها الزمان حيت كانت مكمشة. ما فهمت حتى شي حاجة من داكشي اللي فيها، من غير واحد رمز اللي كان فيه غير النص. هذا الرمز كان على الشكل ديال واحد السيف وملوين عليه جوج ديال الفاعي. ما فهمتش كتر وبقيت كنتفحص فيها بيديا، وانا مركز مع الورقه كنت شاد الطابلو بيد وحده. تحرك بيا الكرسي وطاح لي الطابلو وتهرس، تهرس منه داك الجاج اللي كان مغطيه، والتحضيرات بديت كنجمع بالزربه. وانا كنزرب ومخلوع على تجي الوالده ولا شي حاجه، جرحتني واحد الجاجه وبدا الدم كيقطر. عرفت بلي هذا النهار هذا غيكون كحل. شديت ديك الورقه اللي بانت لي ما عندها حتى شي قيمه، حطيتها على البلاصه اللي مجروح فيها باش نحبس الدم. كنت خايف لي يقيس لي حوايجي ولا يبقى في الارض. وكي حطيت الورقة حسيت باللي مبقى لا دم كيهبط لا والو، حيدتها ومبقاتش الجرحة كاع، وديك الورقة كاملة اللي كانت صفراء ولا اللون ديالها أحمر. على العموم ما ديتهاش في هاد الشي حيت كنت مخلوع لا نحصل. رجعت كلشي لبلاصتو وطلعت عاوتاني باش نرجع الطابلو لبلاصتو، ولكن لاحظت في البلاصة اللي كانت معلقة فيها اللوحة كاينة واحد الفتحة، وكتشبه الفتحة ديال الساروت. بقيت كنشوف فيها، وانا جبت السوارت من جيبي الاخرين، بديت كنشوف فيهم وقلت انا غنجرب. جربت الاول ولقيتو ما خدامش، جربت الثاني ويلا دورتو، غادي نحس بالارض تحت مني تحركات بحال شي زلزال اللي خفيف. طاح بيا الكرسي وطحت من فوق منه، طحت على ظهري ومع بغيت نوقف حسيت بحال ظلامت الدنيا في البيت، ما بقيتش كنشوف والو، بحال نعست ولا شي حاجه بحال هكا. غرقت في شي حاجه اللي سميتها الظلام، ما عرفتش شنو وقع، ولكن بديت كنشوف شي حوايج اللي غراب. كان اونفاس ليا واحد الراجل اللي لابس شي لباس كحل، وخاف الظلام قدرت نشوفه ما عرفتش كيفاش. كان جالس فوق من واحد الكرسي بعيد مني، وكان ضاير بيه بحال البحر. بديت كنقرب منه، بديت كنتمشى حتى وصلت لذاك الماء، وبديت كنتمشى فوق منه بلا ما نغرق. بقيت غادي حتى وصلت حدا داك الراجل، ما كنتش قادر نتحكم في راسي بالضبط حيت كنتمشى بلا هوايه. هذاك هز فيا وجهه تما، حسيت في دماغي بالخلعة. كان واحد الإنسان اللي الجلد ديالو كله مسلوخ على وجهه، وكله عامر بالتقابي، وكل ثقبة كيخرج منها الدود. ما كنتش قادر نتحكم ولا نحيد عيني على وجهه، وقال بواحد الصوت متقطع، أهلا بالحضرة المنتظرة،
اهلا بالمدوي الجديد. بعد ما قال هاد الكلمه بلي راسو تفرقع وبدا كيترش منه الدم على وجهي، واللي عقلت اني طحت في الارض وبديت كنمسح في وجهي بيديا، ومن بعد حسيت براسي بحال بديت كنغرق وسط من داك الماء وكان عميق بزاف. وتما فين تحيدات ديك الضبابه المظلمه على عينيا وحليت عينيا لقيت راسي جالس في الارض وقدامي باب محلول تحت من ديك اللوحه تحت من الطابلو. داك الساروت حل هاد الباب، شفت في داك الباب وكان في الداخل ديالو مكتبه. صدمت كيفاش مكتبه صغيره مخبيه وسط من المكتبه ديالنا. وقفت كنقلب لقيت راسي ما مجروح ما والو، كان باقي دماغي كيفكر بزاف في هادشي اللي وقع. ولكن تمشيت لجيت ديك المكتبه، ما دخلت راسي شميت ريحه الغموليه مجهده، بديت كندور فيها. المكتبه ما كانوش فيها غير الكتوبه، كانوا فيها شي حوايج اللي غريبه، شي حيوانات محنطه ومخشيه في قراعي ديال الجاج. اما بالنسبه للكتوبه كانوا غراب من الغرابه، غير من العناوين ديالهم عرفت بلي كيهضروا على العالم الاخر، الجن ولا السحر. من بين هاد الكتوبه كان شمس المعارف الكبرى، وكاين كتاب سميتو العازف، وكتاب اخر سميتو اسرى الشيطان، وكتاب سميتو الحضرض في محكمه الجن. بقيت كنشوف في داك الشيء وانا نسمع شي صوت جاي من الكوزينه. رجعت دغيا جاري داك الباب سديتو. كان اسورتي مع الحيط لواحد الدرجه كبيره، جمعت الدجاج اللي بقى تما. حاولت اني نخلي البلاصه ما فيها حتى شي دليل بلي انا كنت فيها. مشيت كنجري سديت المكتبه بالساروت، ومشيت كنجري رجعت الساروت لبلاصتو ومشيت لبيتي. تكيت فوق من السداري وكنت نفس بالجهد، وبديت كنفكر في كاع داكشي اللي في راسي، راسي اللي كان عامر بالمعلومات. ما بقيتش فاهم كاع شكون كيكذب، واش جدي ولا الوالد. زاد قتلني الفضول وبغيت نعرف السر اللي مخبي عليا الوالد. صباح الاخر سال الويكاند ورجعت للحي الجامعي. اول واحد مشيت لعنده هو سيف الدين صاحبي اللي عاودت لي القصه كامله، وعاودت لي على المكتبه الصغيره اللي وصلت من المكتبه ديالنا. واللي جا عجب بزاف هي هذيك اللوحه اللي كانت معلقه وهذيك الوريقه الصفراء اللي كانت تما، ولكن ما كان عارف والو. قلت لي واش كتعرف شي واحد يقدر يفسر لي هادشي؟ قال لي اه كاين خالي سالم يقدر يعاوننا في هادشي. قلت لي واخا، واش نقدروا من مور المدرسه ندوزو لعندو؟ ولكن بلاتي فين ساكن هو؟ واش هنا ولا في شي مدينه اخرى؟ قال لي لا ساكن غير هنا في الفيلاج، كاري واحد الدويره وساكن بوحدو. قلت لي علاش ساكن بوحدو؟ قال لي والله ما عرفت، من نهار عقلت على راسي عمرني ما شفتو في دار جدي، حتى لهنا عاد عرفتو. قلت لي ونتمنى هاد خالك يشرح لينا شي لعبه، حيت راسي غادي تفرق عليا على جوج. قال لي بلاتي نعيطو ليه ونشوفو واش مسالي. جبت سيف الدين التليفون ديالو، دوز النمره ديال سالم خالو، وبعد شويه ديال الوقت قال الو. الحمد لله، كي داير خالي؟ لاباس عليك؟ لا كلشي بخير. لا غادي مزيان مع القرايه. لا ما خصني والو، غير بغيتك في واحد القضيه سهله. انا ما عرفت انه خالو قال لي مرحبا ولدي اش كاين، وقال لي سيف الدين راه هاد الهضره كامله ماشي ديال التليفون، بغيت نسولك على شي حوايج واش نقدر ندوز عندك للدار. رحب بيه خالو وعطى العنوان بالضبط حيت كان سيف الدين ما عارفوش. دخلنا للمدرسه دوزنا الحصص، وملي خرجنا شدينا الطريق على رجلينا، وصلنا حدا واحد الموبل كاين تما بوحدو اللي كاين في هاد الفيلاج. هاد الموبل هذا كان وسط من واحد الحي اللي راقي هنايا، وطلعنا في الدروج حتى وصلنا قدام البارطمان رقم 11. دقينا في الباب وتحل، وتصدمت انا من الراجل اللي حلينا. كنت كنقول في راسي غادي يحل علينا شي واحد اللي عنده ديك الهيئه ديال السحار ولا شي لعيبه، وتكون عاطيه منه ريحه العفن. ولكن العكس، هذا اللي حلينا كان نقي بزاف، لابس واحد السروال اوفر سايز كحل، واحد القميجه بيضة وفوق منه واحد التريكو اللي كحل، داير واحد النظاظر دايرين بين غير من الهيئه ديالو شي واحد اللي مثقف. تبت السيد نظاظرو بيدو قال لنا نهار كبير هذا ملي ولد اختي زارني. قال لي سيدي الله يحفظك اخالي، نعرفك على صاحبي يوسف. مد يدو سلم عليا وقال لي متشرفين. زيدوا دخلوا ما تبقاوش واقفين في الباب. دخلنا وبقيت كنشوف في الدار اللي كانت مصبوغه كامله باللون الكحل، معلقين فيها شي لوحات اللي اللون ديالهم ابيض، وكانت فيها واحد الاضاءه اللي خفيفه. جلسنا في الصالون وكان كلشي في الدار متول. نطق سالم وقال اش من الموضوع هذا سيف الدين اللي بغيتي تناقشني فيه؟ قال لي سيف الدين ماشي انا ولكن صاحبي يوسف. هز عيني خالو فيا وشاف ليا فوق من راسي، انا عاقل وطول الشوفه بحال كان كيشوف شي حاجه اللي احنا ما قادرينش نشوفوها، وقال لي اش عندك يا يوسف؟
عاود لي القصه كامله وقال لي واش صورتي داكشي اللي شفتي؟ قلت لي لا ما صورتوش. قال لي واخا صبر. جاب واحد الورقه وواحد القلم وقال لي رسم لي هنا رمز اللي شفتيه. شديت الورقه والقلم ورسمت لي رمز تقريبا الرمز اللي كان فيه السيف ودايرين به جوج ديال الفاعي. عطيتو الورقه وبقى كيشوف فيها. شفت السيد بحال تصدم ويقول مخطوطه جيجاس، هذا كتاب الحضارات المفقود اللي ما كملوش في الكتابه، هذا هو رمز ديال الخريطه ديال الكتاب. واش لقيتي جوج اجزاء ولا شنو؟ قلت لي لا لقيت غير واحد، كانت الورقه مقسومه. قال لي الخريطه فيها جوج ديال الاجزاء، ملي كيتجمعوا كتبان الخريطه مزيان. قلت لي شنو المعنى ديال هذا الكلام؟ قال لي ما عرفتش، ولكن اللي نقدر نقول لك هو راك طيحتي راسك في مشكل اللي كبير. قلت لي كيفاش مشكل كبير؟ قال لي ما عندي ما نقول لك، يمكن لك تمشي دابا. قلت انا مال هاد خونا بدا كيتفتف عليا. نط ما عجبنيش الحال وهزيت شكارتي وتميت غادي خارج ومن مورايا سيف. خرجنا من ديك الدار وقلت للسيف انت مال خالك ولا كيخرج ويدخل في الهضره وكيتعامل بحال هكاك؟ قال لي والله ما عرفت مالو. قلت لي ما فهمت حتى شي لعبه من هادشي اللي قال. رجعنا للحي الجامعي ونسيت انا هادشي كامل. دوزت السيمانه كامله وانا كنفكر في الكلام اللي قال سالم. واش بصح انا طحت في شي مشكل اللي كبير؟ واش واقيلا ما كانش عليا النبش في هادشي ديال جدي؟ قررت ملي نرجع للعروبيه نزور جدي ونفهم منه كل شيء. دازت السيمانه ووصل السبت ومشيت للدوار. ومع دخلت للدار لقيت الوالد واقف عند الباب وهز معاه الكتاب ديال سيف الدين اللي كان مسلفني، الكتاب اللي نسيتو تحت من السداري. بغيت نبوس ليه يدو ويجرها الله. قلت لي الوالد مالك؟ هذاك راه غير كتاب عادي ماشي ديال السحر. قال لي عادي هذا؟ هذا عادي. واش باغي تتبع الطريق ديال جدك وتولي حتى انت سحار؟ قلت لي بارك فهمتيني غلط، غير كيعجبني نقرا هاد الشيء. قال لي غتجمع اوليدي حوايجك وغتخرج عليا من داري. الوالده كانت من موراه كتقول لي المختار نعر الشيطان، الدري راه باقي صغير فين غيمشي؟ قال لي انت غتسدي داك الفم وتدخلي لدارك. قلت لي الوالد خليني غير نشرح لك، والله ما كنت ناوي نتعلم السحر. قال لي انا نبغي منك، ما انت ولدي ما نباك، ملي وصلنا لهاد الشيء ما غنتفاهمش معاك، دابا خرج ليا من داري وعمرني ما نشوف كمارتك انا. هاد الشيء اللي قلت كامل الخوت كانوا غير الافكار اللي جاوني ملي شفت الوالد هز داك الكتاب. هاد الشيء ما وقعش، هاد الشيء اللي جاني في دماغي حتى نطق وقال لي واسي يوسف انت فين سرحتي؟ قلت لي والو الوالد هاد الكتاب ماشي ديال ماشي ديالي، غير ديال واحد الولد في الحي الجامعي وتخالط مع الكتوبه ديالي. قال لي ايوا ماك بقيتي كتخمم؟ قولها من الصباح. قلت لي غير العيال الوالد، تميت غادي طالع وبان لي جدي جالس في الصالون وانا نلوح الشكاره ومشيت كنجري عنقته. قلت لي جدي رجعتي واش تصالحتي مع الوالد؟ ما جاوبنيش وبقى غير كيبتسم ليا. تلفت لجيت الوالد وخويا اللي بقى كيشوف فيا بتعجب. قال لي الوالد تعالى من سلمتي؟ ايه. قلت لي على جدي. قال لي شكون جدك؟ قلت لي الهاشمي. قال لي واش راك معانا ولدي؟ جدك الهاشمي راه مختفي من 12 عام هادي. قلت لي واش كضحك معايا الوالد؟ ها هو جدي جالس. قال لي يا وليدي ما كاين حتى شي واحد تما، واش وليتي كتبوق وتكمي الحشيش؟ قلت لي واش الوالد ما بقيتش عاقل؟ ياك تخاصمتي مع جدي وجريتي عليه من الدار، وانت اسماعيل ياك انت اللي قلتي ليا بلي الوالد مصادع مع جدي؟ قال لي اسماعيل انا قلت لك هادشي؟ لا ما قلتش انا هادشي. وجدي راه غابر قبل ما نتزاد انا كاع، كيفاش غنعرفو فين هو؟ ما عرفوش انا تفوجه. هزيت الشكاره وطلعت لبيتي وهما تابعيني كيسولوا فيا مالك، ما جاوبت حتى شي واحد وسديت عليا راسي. الخوت زند عليا فهاد الوقيته، ريحت فوق من السداري وبديت كنطرح على راسي شي اسئله، كيفاش هادشي وشكون هذاك اللي كنت كنشوفو في الدار وكنهضر معاه؟ ويلي زعما نكون كنتوهم وكان ما يمكنش. وهنا بديت كنراجع التفاصيل والذكريات من غير المخاصمه اللي وقعت بين جدي هو والوالد في النهار اللي مشى فيه جدي. ما عمرني شفت جدي تخلط مع الدار، عمرو شفتوه كيهضر مع شي واحد من غيري انا، لا الوالد لا خويا لا الوالده. اجي بلاتي شنو زعما نكون كنتوهم؟ واش كنخرف ولا فيا الزهايمر من دابا؟ ياك ما عندي انفصام في الشخصيه وكنعيش شي حياه مزدوجه كي كان قال سيف الدين؟ مايمكنش، حيت عشت بزاف ديال الحوايج مع جدي، شنو نكون نعيش في الوهم ولا شنو؟ انا كنت كنحس بالحنين والمشاعر ملي كنت كنهضر مع جدي،
هادشي ما يمكنش يكون كذوب. بكثرة ما كنت كنفكر ما ديتهاش باللي شي واحد جالس حدايا وسمعت واحد الصوت قال لي بركة فرعتي لي راسي بقوة هاد الأفكار. تلفت بالزربة وانا لقى جدي قلت لي انت ماشي حقيقي ماشي حقيقي اش هادشي واقع؟ قال لي لا انا حقيقي وبزاف قاع ولكن غير انت اللي كتشوفني. سكت وسكت حتى انا وما جاوبتوش، حطيت يدي على ودنيا وسديتهم، سديت عينيا وقلت واش انا حماقيت؟ واش جدي كاين غير في المخيله ديالي؟ واقيلا انت غير وهم. وانا نسمعو قال لي فكر بعقلك، واش اللي مصنوع من الوهم تقدر تقيسو؟ حليت عينيا وحيدت يدي على ودنيا وقلت ليه كيفاش كنشوفك؟ قلتي كنشوفك غير بوعدي، كيفاش؟ راسي غيتفرقع عليا، ما بقيتش قادر نفرق بين الخيال والحقيقه. واش كاع هادشي اللي عشتو غير وهم؟ المكتبه وكل شيء. قال لي يا صاحبي قلت لك انا حقيقي، ما تبقاش تجبد الوهم على فمك، كاع داكشي اللي عشتي حقيقي 100%. واش كتعرف شنو هو القارين؟ قلت لي اه القارين هو الجني اللي كيتخلق مع الانسان شي حاجه بحال هكا، والقارين كيعيش في شي عالم واحد اخر. قال لي عندك الصح، ايوا انا هو القارين ديال جدك الهاشمي وسميتي يا مشاه اللي هي الاسم ديال جدك الا كان معكوس، وانا راه ما كنحملش هاد السميه، كيسميوني في العالم ديالي ارسيس. قلت لي كيفاش كتخربق عليا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني انت جن؟ قال لي اه جن. نط من بلاصتي بالزربه وبديت كنتعود بالله وبديت كندفل في جنابي بمجرد ما قال لي جن، حيت حسيت بشعري وقف وحسيت براسي كنترعد. بديت كنتمتم بالقران ويقول لي شوف راه واخا تقرا عليا صوره الجن كامله ما غدورنيش، انا قارين مسلم بحالي بحالكم. جلس وتبت. قلت لي شنو باغي مني وفين هو جدي؟ قال لي الا سكتي غنقول لك. جلس جلست هو يقول لي جدك محبوس عند واحد القبيله ديال الجن، وهو اللي حررني باش نجي لعندك العالم البشر ونقلب عليك. قلت لي ولكن كيفاش؟ وش من قبيله هادي؟ ولاش حابسين عندهم جدي؟ قال لي قصه طويله ولكن انا غادي نختصرها لك. جدك الهاشمي هو اللي عارف بلاصه كتاب جيجاس اللي كتبو الساحر الحضرت قبل ما تغتالو قبيله اجيش وتقتلو. قلت لي ولكن جدي اش عرفو في البلاصه ديال هذا الكتاب؟ قال لي جدك الهاشمي كان هو حارس بوابه البرزخ، واحد من الاربعه الكبار في المحكمه العليا ديال الجن. قلت لي حبس حبس راسي مابقاش قادر يكونفيرمي المعلومات ديالك، سير معايا غير دقه دقه. ويقول هاد بني البشر شحال فهمهم تقيل، شنو اللي ما فهمتيش في هاد الشيء؟ قلت لي اللي ما فهمتوش هو هاد القبيله اش باغا بهاد الكتاب. قال لي راه هاد الكتاب في اقوى الطلاسم، ولا طاح في الايادي ديال هاد القبيله الكافره فراها غتنوض غوينا في العالم ديال الجن وحتى في العالم ديالك. قلت لي ودابا شنو المطلوب مني؟ وكيفاش جدي غابر وانت جاي عايش معايا كاع ديك المده؟ قال لي هادو كانوا الاوامر ديال جدك، كان خاصني نخليك حتى تثيق وترتاح، ما نجيش ديريكت لعندك باش ما تحماقش، والمطلوب منك هو تقلب على النص الاخر ديال الخريطه. قلت لي شمن خريطه؟ قال لي واش كتهبل عليا؟ الخريطه اللي حطيتها ليك من مور الطابلو. قلت لي واش ديك الورقه الصفراء؟ قال لي اه هي هذيك، خاصك تلقى النص ديالها الثاني، وبديك الخريطه اللي تبعناها هي اللي غادي تورينا فين نقدروا نلقاو الكتاب. قلت لي ولكن علاش تسنيتي هاد الاعوام كلها بالضبط باش تقول لي هاد الشيء؟ قال لي راني جاوبتك، هذيك كانت الوصيه ديال جدك، ونزيدك حاجه اخرى، كانت الوصيه ديالو انه ما نقول لك هاد الكلام حتى توصل لسن الرشد باش تستوعبه وتقدر دير شي حاجه. قلت لي انا ما باغي ندير والو، ولا قلت لك ما باغي نمشي لتا شي بلاصه. قال لي شغلك هذاك، رسالتي واللي عليا انا درتو، وصلت كلام جدك، ولا ما بغيتيش تمشي انا غنمشي في حالي وانت كمل حياتك بحال حتى شي حاجه ما وقعت. بقيت ساكت بزاف وقلت ليها ونفترضوا انني وافقت، كيفاش غنديروا ليها؟ ميمكنش ليا نجي ونغبر بلا سبب. قال لي شكون قال لك غتغبر؟ قلت لي كيفاش ما فهمتش؟ قال لي ما تخافش، غادي نخلي واحد الجن متشكل في بلاصتك، راه كان من الانصار ديال جدك، غير بقى متشكل باش حتى شي واحد ما يرد البال باللي انت مختفي، غير تبت وما تخلعش. بدا كيتمتم بشي كلام ما مفهومش، ومن بعد بانت واحد الدوامه بحال شي دخان اللي حمار، وخرج منها واحد القزم اللي صغير هو. ويقول القارين ديال جدي اللي كانوا كيقولوا لي على حساب ما قال ارسيس،
هذا هو اللي غيتشكل على الهيئه ديالك، غادي يشد بلاصتك حتى ترجع. طول في داك القزم شوفه بحال كان كيعبر فيا. من بعد بدا الجسم ديالو كيتمدد بواحد الطريقه اللي غريبه وتشكل على الهيئه ديالي بالضبط. صدمت حيت كان كيشبه ليا بزاف بشكل مبالغ فيه. وانطق ارسيس وقال لي ودابا واش غتمشي ولا شنو؟ قلت ليه ما عرفتش. قال لي خصك تجاوبني دابا. قلت ليه غنمشي، ما نقدرش نتخلى على جدي وهو في هذا المشكل. وقف ارسيس من بلاصتو وبدل التشكل ديالو من الهيئه ديال جدي للهيئه ديال واحد الراجل اللي رقيق والبشره ديالو شاحبه، عنده واحد النفل طويل وشعرو حتى هو كان طويل واصل لقفاه. شاف فيا وقال لي دابا دويتي وقف حدايا. وقفت حداه وانا كنشوف في الشكل ديالو، شبك صباعو وبدا كيتمتم على حسب ما فهمت من بعد انه طلسم الانتقال المكاني. وبسرعه الباق تحطينا وسط من واحد الصحراء اللي خاليه، الرمله ديالها ذهبيه، الشمس كانت وسط من السماء والاشعه ديالها كتبان كتراقص من بعيد. قلت وانا كندور في عينيا وكنقلب على شي حاجه في هاد الصحراء، فين حنا؟ قال لي ارسيس حنا في مصر. قلت لي ولكن كيفاش انتقلنا لهنايا ياك يلا كنا في الدار؟ قال لي الجن، ولا بصراحه بعض الانواع من القرناء ولا من الجن عندهم بعض القدرات اللي تقدر تفوق التخيل ديال البشر. قلت لي انا عارف هذا الشيء، ولكن حنا اش غنديروا بالسلامه في هذه الصحراء؟ قال لي غتعرف كل شيء في وقته. تمشى قدامي وبديت تتابعه كنشوف الشكل ديالو مزيان. تمشينا تقريبا شي 15 دقيقه بحال هكاك، وكيفتنا واحد الجبل ديال الرمله بانت لي واحد الدار اللي الشكل ديالها بحال شي هرم ولكن ما عندوش راس. تمشيت معاه حتى لجهتها وانا نقول ليه شكون هاد الهبيل اللي ساكن وسط من هاد الصحراء؟ قال لي راه ما كنقولوش على اللي كيبغي العزله هبيل، كنقولوا عليه معتكف، يعني في خلوه مختالي بنفسه. قلت لي وشنو الفرق بيناتهم؟ مختالي هي هبيل، واش كاين شي واحد بعقله غيسكن في هاد البلاصه ما فيهاش الماء؟ شاف فيا ارسيس وابتسم وقال لي وشنو كتسمي داكشي اللي كدير ملي كتكون كتقرا شي روايه؟ ياك كتسد عليك في بيتك وكتنعزل على العالم الخارجي. زيد. دق ارسيس في الباب ديال ديك الدار اللي كان ديال الخشب ومتهالك كيبان غاشي، وبعد شويه ديال الوقت تحل الباب. خرج من داك الباب واحد الشيبه ظهره مقوس، ووسط من كتافو كاينه واحد الحدبه اللي كبيره، لابس واحد الفوقيه كحله ومطرزه بواحد الطرز اللي خضر، واللون ديال البشره ديالو كان سمر ومايل للكحوليه الغامقه. في يدو واحد العكاز طلع فينا عيني مزيان، ما بانوش لي وجوهنا دغيا مع الاشعه ديال الشمس اللي كانت جايه من مورانا. حط يدو فوق من جبهته وقال بواحد اللهجه مصريه عاميه اش حب الخاطر سيادي؟ قال لي ارسيس حنا مرسولين من الحاج الهاشمي. السيد بلا ما يعاود معنا الهضره دخل وخلى الباب محلول، تم غادي قدامنا وحنا تابعينه. دخل جيت واحد البيت وتبعناه. البيت كان مظلم والمصدر ديال الضوء الوحيد هو واحد ربعة ديال الشمعات اللي معلقين في القناتي ديال البيت. على العموم ما كاينش بزاف ديال الاتات، كاين غير واحد المكتبه ديال الخشب فيها بزاف ديال الكتب معلقين في الحيط، وكانت واحد الزربيه اللي حمراء مفرشه وسط من داك البيت، فوق منها واحد الطبيله اللي صغيره محطوط فوق منها واحد القرعه ديال المداد وريشه وواحد المبيخه، ودايرين بالطابله واحد ربعة ديال الهيدورات الصغار اللون ديالهم بحال اللون ديال الجلد ديال الضبع. جلس داك الشارف وشير لينا باش نجلسوا، وجلسنا وقال بلا شك جيتو كتفتشوا على النص الاخر ديال خريطه جيجاس. جاوبو ارسيس وقال ليه داكشي اللي كاين السي جمال. قال لي الشارف هي الهاشمي طاح في شي مصيبه عاوتاني. قال لي ارسيس طاح في مشكل اللي كبير. جاوبو الشيباني وقال ليه في اخبار الجن مخترقي السمع راه وصلوا لي الخبر. ويشوف فيا وقال وشكون هاد الشاب؟ قال لي ارسيس هذا حفيد الهاشمي، هو حارس بوابه البرزخ. قلت لي شمن اش كتقول؟ يا قلتي جدي هو الحارس ديالها. قال لي ارسيس قلت لك كان الحارس ديال البوابه، واش انت ما جاتكش شي رؤيه ولا اشاره؟ قلت لي واحد الرؤيه جاتني من اللي فقدت الوعي في المكتبه ديال جدي الهاشمي. بان لي واحد الراجل جالس في واحد الكرسي وسط من البحر، من اللي قربت منه كان وجهه مشوه، وقال لي اهلا بالمدون الجديد. نطق داك الشيبه وقال اياه هذه هي الاشاره، واللي شفتي في الحلم هذاك هو الحضرات.
كان هو المدون ديال كتاب جيجاس، اقوى كتاب سحر. شحال من سحر وقبيلة ديال الجن كيقلبوا عليه وما لقاوش، ولا نقولوا ما لقاوش الخريطه اللي توصلهم ليه. داجي، واش انت فايت لك تعاملتي بالسحر ولا الطاقه الروحيه؟ قلت لي لا، ويقول لي ارسيسي فهمتك، حتى انا لاحظتها فيه، عنده واحد الطاقه روحيه اللي قويه، وزيد على هادشي الهاله ديالو مفعله. قلت لهم اش كتخربقوا نتوما، اش من هاله ولا طاقه روحيه؟ اول مره كنسمع هادشي. قال داكشي بقى ما علينا، انا راه عندي داكشي اللي كتقلبوا عليه. وقف، بدا كيتمشى ثقيل حتى خرج من البيت اللي كنا جالسين فيه. من بعد تم جاي راجع وفي يدو واحد الصندوق كان ديال الخشب وكحل، وفي شي رقعات ديال الحديد مرسوم فيهم سيف ملويين عليه جوج ديال الفاعي. ونطقت بالزربه وقلت هذا هو رمز اللي شفت في ديك الوريقه الصفراء. خشى ارسيس يدو في جيبه وجبد ديك الوريقه اللي كانت من مور الطابلو. قلت لي اه هاد النص كاين ولكن الاخر لا. وينطق الشيباني وقال الاخر كاين هنا. جلس وحط داك الصندوق فوق من الطابله وقال شكون فيكم اللي عنده الساروت؟ شفت انا في ارسيس وشاف فيا، وانا نقولش من ساروت. قال لي الساروت اللي غنحلو به. ويقول ارسيس انا الهاشمي مني صيفطني مهضر ليا على حتى شي ساروت. قلت لي واخا بلاتي بلاتي، واش كتهضروا على الساروت ديال النحاس اللي مرسوم فيه واحد رمز على شكل نسر؟ قال لي داك الشي باني باستغراب اييه هو هذاك، فين شفتيه؟ قلت لي راه شفته مع السوارد ديال المكتبه. وبمجرد ما كملت كلامي اختفى ارسيس، رجع بالزربه ومبتسم وفي يدو السوارد. مد داك الساروت للشيباني اللي حل بيه الصندوق. وسط من الصندوق كانت واحد الورقه اللي صفروا فيها نفس الرمز اللي في الورقه الاخرى اللي عند ارسيس. قلت لارسيس دابا ملي لقينا النص الاخر اش غنديرو؟ قال لي غنبداو رحله. قلت لي ولكن الخريطه راه فيها غير هاد الرمز هذا، ما مكتوب فيها حتى شي طريق ولا بلاصه نتبعوها. قال لي راني عارف هادشي، خلينا بعدا نجمعوا الاجزاء بجوج. حط ارسيس الاجزاء بجوج ديال الخريطه فوق الطابله وقربهم مع بعضياتهم وقال لي حط يديك عليهم وعاود الكلام اللي غادي نقول من مورايا. حطيت يدي على الخريطه وبديت كنعاود الكلام اللي كيقول انا المعهود حارس بوابه البرزخ، اتيتكم بيقين. انا المعهود حافظ النجوم بحبله، اتيتكم بيقين. انا راكض بين سحاب الاحلام متجاوزا حدود الوهم. وبمجرد ما كملت الجمله تبخر ذاك الرمز اللي كان في ديك الوريقه وتحول لواحد الدخان، وبانت تما ورقه كبيره وفيها خريطه مرسومه. قال لي ارسيس دابا ملي لقينا الخريطه غادي نتبعوها باش وصلنا لبلاصه القطعه الالفيه، المفتاح ديال معبد جيجاس. قلت لي ولكن شنو هما هاد القطع؟ ناض الشيباني من بلاصتو قال القطعه الالفيه هي المفتاح ديال معبد جيجاس، وبلا بها بلا ما تحلم تدخل ليه. مشى الشارف لجهه الشمعه من دوك الشمعات، هزا في يدو تمشى لجهه المكتبه، ضوى بالشمعه على الكتب واختار واحد الكتاب. جبدو جا لعندنا حل الكتاب وقال مصر القديمه كانت بلاصه ديال الحرب اللي كانت الاسره الحاكمه رقم 18، اي في عهد الفرعون اكنامون. في ديك الفتره ولات الانظار ديال الغزات موجهه جهه مصر، ما كانش الهدف ديالهم مصر ولكن كان الهدف ديالهم هو كتاب سحر الالفيه جيجاس. وباش يحمي الفرعون هاد الكتاب من الغزات وافق على واحد الطقوس اللي كانت خبيته، كانت منقوشه في كتاب الكيمياء القديمه. وافق الفرعون على هاد الطقوس بلا ما يشوف ولا يقرا دوك النصوص المكتوبه، ووكل اكناضين اللي هو واحد السحار من سحره الهرم المظلم. هاد اكناضين كان قادر يترجم النصوص القديمه ويفهمها، ولكن كاع ما بغى يفسرها الاكنامون الفرعون، حيت تكون وراه التفاصيل ديال الطقوس ما كانش الفرعون غادي يقبل بيهم. مشى اكناضين ومع 2000 جندي مسلح لواحد القريه ديال السراقه والمجرمين باش يزهقوا الارواح ديال 99 واحد من السراقه. قتلوهم وطحنوا الجسد ديالهم مع الذهب، كبوهم في واحد القالب، ومن ثم تشكلت القطعه الالفيه. ولكن الثمن كان هو الحياه ديال الناس ابرياء. وبهاد القطع معبد جيجاس كان محمي، وباش يتفتح خصك تلقى القطع السبع وتحطها في بلاصتها في واحد الحجر كيتسمى حجر الدجال. ومن هاد القطع كاين هرم الالفيه وميزان الالفيه وعيل الالفيه ومفتاح الالفيه وخاتم الالفيه وعود الالفيه. هز ارسيس الخريطه في يدو قال غنبداو بهرم الالفيه اللي كاين في اهرامات الجيزه. يوسف خاصنا نتحركوا دابا. قلت لي انا واجد. حط يدو عليا وبدا كيتمتم بشي كلام طلسم الانتقال عاوتاني،
وبسرعة تحطينا قدام أهرامات الجيزة اللي كانت أهرامات ضخمة وفيها بزاف ديال الطرقان. قلت الأرسيس ولكن كي غنديرو نقلبو على قطعة صغيرة وسط من هاد الهرم الكبير. قال لي غنتبعو الخريطة. جبت الخريطة من جيبو وحطها في قمة الرملة وقال لي على حساب هادشي اللي فهمتو من الخريطة خصنا نبداو البحث ديالنا من المدخل الرئيسي ومن تما نتوجهو للجهة الغربية ديال الهرم. جمع أرسيس الخريطة في يدو ودخلنا للهرم. تحد ما تعرض طريقنا وشفنا قدامنا تحت وتوجهنا ديريكت للجهة الغربية ديال الهرم. ولكن وحنا كندورو كنقلبو ما كانت حتى شي حاجة اللي غريبة من غير واحد التمثال ديال واحد الفرعون جالس فوق من واحد الكرسي اللي كبير وفوق من راسو واحد التاج على شكل لفعة. كان داك التمثال مدور راسو لجهة اليمن وكان الكرسي متكي على واحد الحيط اللي كبير وفيه شي نقوش اللي بالكتابة الهيروغليفية محفورة فيه وفيه شي رموز. كان واحد رمز ديال الساروت ورمز ديال المطرقة. وانا نقول الارسي شنو كيعني هاد الشيء؟ قال لي ما عرفتش وقيل هذا شي لغز خصنا نحلو باش نلقاو هرم الالفيه. قلت لي رمز ديال الساروت ساهل كيعني انه شي حاجه هنا هي المفتاح ديال الباب. قال لي ارسي سواخ والمطرقة وقيل كذا رمز للقوه ولا الضغط. قلت لي كاينه وعرفت الحل. قال لي شنو هو؟ قلت لي قلب معايا على شي حجره اللي مختلفه في هاد الحيط تقدر تكون هي المفتاح. بديت انا وارسيس كنقلبوا في الحيط وكنتلمسوا الاحجار بيدينا ولكن والو. بقينا ساعات تقريبا وحنا كنحاولوا نلقاو الحل ديال هاد اللغز. جلست انا في الارض وقلت ليه عييت ومليت هذا غير اللغز الاول وحنا فيه. جلس حدايا ارسيس وقال لي هاد الخريطه ما فاتتنا في والو. قلت ليه فاش بغيتيها تفيدك توريك الحل ديال اللغز راه غير خريطه كتوريك البلاصه وانت كمل من راسك. هزيت عينيا في التمثال ديال الفرعون وجاتني شي حاجه ما هياش ولا نقدروا نقولوا شي حاجه ما كايناش في بلاصتها. نضت من بلاصتي وتمشيت لجهه التمثال وبقيت كنتفحص فيه بعينيا. حطيت يدي على راس ديالو حاولت نحركه كان ثقيل ولكن ضار ولا كيشوف فينا اونفاس حيت كان كيشوف على اليمن. وتما بدات الارض كتحرك من تحت منا وتحرك التمثال من بلاصتو وتكشف تحت منه واحد الطريق دروج سير دابل تحت. شاف فيا ارسيس وابتسم وقال لي كي درتي حتى عرفتي الحل ديال اللغز؟ قلت لي ما عرفتش ولكن هاد اللقطه فايت شايفها في واحد الفيلم. بديت كنضحك انا وياه ويقول لي ويلا نزلوا لتحت ونقلبوا. تمينا غادي نازلين في دوك الدروج وكيهبطنا شويه فيهم شعلوا الشموع اللي لاصقين في الحيط وشعلوا شي شعلات اللي كبار ضووا لينا على البلاصه كامله. وكيسالوا الدروج بلينا واحد التمثال قدامنا. تمثال واحد اخر ديال راجل وعندو جوج ديال الجناح. كان مسرح يديه بحال كيدعي وفوق من يديه كان واحد الهرم اللي ذهبي. شفت انا في ارسيس وقال لي لقيناه ناخذو ونخرجو من هنا. تمشى ارسيس لجهة التمثال هز الهرم ديال الالفيه وتم جاي لجهتي وقال ما كنتش كنظن هادشي غادي يكون سهل. وقبل ما يكمل كلامه ودغنا بغينا نمشيو بلينا واقف في الاخر ديال الدروج واحد الكائن اللي كان ضخم والعضلات ديال الجسم ديالو كيشبهوا الجسم ديال الانسان ولكن الراس ديالو ما كانش ديال البشر كان كيشبه الراس ديال الديب. لابس واحد اللباس فرعوني قديم وهز في يدو واحد الرمح. كان واقف كيشوف فينا داير بحال شي تمثال وخرج منه واحد الصوت اللي كيخلع بحال كان ناعس قرون هادي. قلت لارسيس شهادة. قال لي انوبيس حارس المقبره الفرعونيه. قلت له شنو غنديرو دابا راه ما كيتحركش. قال لي غادي نواجهو خد هاد الهرم الالفي منين قربوا لعندي خرج من هنا. خديت منه ديك القطعه وما عاودتش مع الهضره حيت كنت كنتراعد ومخلوع. ارسيس بان بواحد الشكل اللي كيخلع ضخم وعريان كامل لابس غير واحد الثوب حمار كانوا عنده واحد القرون اللي ذهبيين. تحرك ارسيس اللي من كيتحول هذاك الكائن الاخر تحرك حتى هو لجهته وهنا خوات لي الطريق. بديت كنجري باغي نهرب وكيوصلت للدروج سمعت شي حاجه كتخبط مع الارض بحال شي حديد وقدامي كانوا ثلاثه هياكل عظميه ولكن لابسين لباس فرعوني وهزين رماح في يديهم. تخلعت ورجعت للور وانا نسمع شي صداع من ورايا. دورت راسي وبان لي ارسيس مطيح داك انوبيس ومليوح فوق منه كيضرب فيه وداك انوبيس كيدير واحد الصوت اللي كيخلع. رمح ديال انوبيس كان مليوح في الارض. رجعت كنجري جريت داك الرمح وحسيت بيه تقيل بزاف وكان طويل طول مني بزاف. حاولت نهزو زكيتو
ودوك الهياكل كانوا جايين بحال شي جنود منظمين لجهتي. بديت كندفع بداك الرمح لجهتهم، كانوا ضعاف بزاف، اختاق الجسد ديالهم دغيا، ولكن ما كيوقع لهم والو. لا طاح شي واحد فيهم كيعاود ينوض، وكنت كنرجع للور. سمعت شي حاجه تخبطات مع الحيط تتحركت بينا ديك البلاصه كامله، ودارت وبان لي ارسيس طايح في الارض. حاول يوقف، وداك انوبيس كان كيتحرك بسرعه، فشافني هز لي الرمح ديالو شاف فيا. هنا غفلوا ارسيس وضربوا لاحو، وتم جاي كيجري بضربه واحده لاح دوك الجنود كاملين حتى تفرتو. بداو كيتجمعوا بسرعه، ولكن انا ما غنبقاش هنا. شاف فيا ارسيس وقال لي خرج هرب، اش كتسنى؟ ما بقيتش عارف واش نهرب ولا نرجع ونساند ارسيس في المعركه، ولكن تما عرفت بلي مجرد ما غندخل الارض المعركه ممكن يقتلني داك انوبيس. لهداك الرمح في الارض ويلا بغيت نبدا نجري، ونحس بواحد الحراره خارجه ليا من صدري. طيحت ديك القطعه الالفيه وطحت في الارض، وكنت مزير على صدري تخنقت. وبعد لحظات وقع ليا بحال المره اللي فات، غرقت في شي حاجه اللي سميتها الظلام. فاش فقت لقيت راسي ناعس فوق من الرمله، والشمس كانت ثانيه ليا على وجهي. دورت راسي ويبان ليا ارسيس جالس حدايا وحاضيني. قلت لي بصوت عيان اش وقع؟ قال لي شكون عرف؟ كنت في المعركة واحد شوية بان ليا واحد الضوء اللي حمار تما. طحت في الأرض وفقدت الوعي ديالي تا أنا. ملي فقت لقيتك طايح تما، والجنود وأنوبيس كلهم مقتولين بواحد الطريقة وحشية. قلت لي ولكن شنو غادي يكون وقع ملي فقدنا الوعي؟ قال لي ما عرفتش وما باغيش نعرف، المهم عندنا هو أننا لقينا القطعة، ودابا خلينا نرجعو لعند الشيباني. بالزربة شابك أرسيس صباعو، وطرف أنا عاود تاني لوسط من الدار ديال الشيباني. لقينا جمال الشيباني جالس فوق من الهيدوره وكيقيد في شي حاجه في واحد الكتاب. قال بلا ما يشوف فينا اش درتو؟ وراه ارسيس القطعه الالفيه، وقال لي ها هي. قال لي الشيباني مزيان، ولكن هذه غير وحده، باقي قدامك السه. قال لي ارسيس باقي قدامنا الوقت. انا كنت عيان وكنحس بالارض كدور بيا. مشيت لجيت واحد الهيدوره وتلاحيت فوق منها، ما عقلتش على راسي حتى للصباح. وفاش فقت لقيت حدا راسي جالس ارسيس هو والشيباني دايرين بالطابله اللي كان فوق منها واحد الطبسيل ديال الطين، وفي شي حاجه كتشبه العصيده. نضت من بلاصتي وبديت كنحك في عيني، لقيتهم كيشوفوا فيها. قلت لهم مالكم؟ بقاو ساكتين. ويقول لي ارسيس راه خاصك تفطر باش نخرجوا نقلبوا على القطعه الاخرى. تقديت في الجلسه، خديت واحد المعلقه ديال الخشب وبديت كناكل في ذاك العشب اللي محطوط في الطبسيل. واخا ما كان فيه لا بنا ولا لذه، ولكن ما كانش عندي خيار، يا اما ناكل ولا نموت بالجوع. بعد ما ساليت من الماكله شفت في ارسيس وقلت ليه هاد الماكله شحال باسله صاحبي. قال لي وما قلتيهاش؟ ما كنت جبت لك شي حاجه اخرى؟ تغمض عينيك تلقى احسن ماكله قدامك. قلت لي قولها من الاول. قال لي انت اللي ما قلتي والو. قلت ليه اجي كاع ما قلتي لي على جدي دخل الحبس ديال الجن. قال لي ارسيس جدك ماشي في السجن ديال الجن، ولكن هو حابس ديال الاحلام والافكار ديالو. لازم يتوكل بواحد المهمه، هي انه يمشي لواحد القبيله ديال الجن ويتجسس على المخطط ديالو، ولكن ما صدقاتش ليه وعاقوا به. قلت لي واخا، ولكن علاش ما صيفطوش شي جن ولا شي واحد اخر اللي يشوفه ولا يتجسس على ديك القبيله؟ قال لي ارسيس راه كل قبيله ديال الجن عندها واحد الحاجز اللي كيتسمى حاجز الامان، وهذا الحاجز كيشبه بحال الا قلتي التعرف على البصمه اللي عندكم نتوما، غير عندنا حنا كيتعرفوا على الطاقه الروحيه. هادشي علاش الا دخل شي جن ما كينتميش للقبيله فراه كيتكتشف دغيا. قلت لي هادشي علاش جدي مشى، حيت هو من البشر وما عندوش طاقه روحيه بحال ديال الجن. قال لي عنده طاقه روحيه ولكن ماشي في مستوى الجن. حاولت نمنعه ولكن ما كانش كيسمع ليا، ودابا اللي وقع وقع، خصنا نخرجوه. يلا انتقلنا مباشرة لواحد المنطقة سميتها البطراء، كاينة في الأردن، باش نقلبوا على ميزان الألفية. تحطينا جنب واحد القرية، ما بغيناش نتحطوا وسط من القرية باش ما نثيروش الشكوك. شدينا واحد الطريق كدي للباب ديال القرية. في طريقنا سولت أرسيس وقلت ليه دابا كيفاش القطاع ديال الدب قادرة تحرس الكتاب؟ شنو اللي كيميزها؟ قال لي أرسيس كتقول الأسطورة بلي أي واحد كيملك شي قطعة من هاد القطع كيمتلك معاه واحد القوة جبارة. ناخذ مثال، الميزان الالفي كيعطيك القوة ديال التحكم في المشاعر ديال الشخص وتلعب به كيف ما بغيتي، وكيخليك تعرف الحقيقة ديال أي واحد كذب عليك، كتكشفو في الحين،
كتقول الاسطوره المصريه باللي كانوا كيوزنوا به قلب الشخص الميت ضد واحد الريشه كتسمى ريشه الحقيقه. الا كان الوزن ديال القلب قل من ريشه فراه كان انسان مزيان، ولا كان العكس فراه كان انسان ظالم. وكعقاب ليه فراه الروح ديالو كتحبس مع القارين في الفراغ. ولكن هذه كتبقى مجرد اساطير. قلت لي وشنو اقوى قطعه بيناتهم؟ قال لي هرم الالفيه. قلت لي واخا وشنو نوع القوه ديالو؟ قال لي القوه على حسب ما تقال هاد القطعه تستخدمت مره واحده وتسبت في كارثه. قلت لي باستغراب وعلاش؟ قال لي وسط من الهرم ديال الالفيه كاين واحد الوحش ولا نقولوا شيطان سميتو اكزوتيا، وهو من واحد السلاله قديمه قويه سلاله العفاريت. هو ما مدربش ولا مشى حتى خرج من السجن ديالو فراه كيدمر اي حاجه جات قدامه. قلت لي واخا وكيفاش كيتحرر؟ قال لي علاش واش ناوي يتحرر ولا شنو؟ قلت لي لا غير فضول وصافي. قال لي سهله على حسب ما تقال في الوجه القدامي ديال الهرم مكتوب طلسم، ولكن حتى حد ممكن يحاول انه يحرره حيت ما معروفينش شنو التصرفات ديالو. شاف فيه واحد الشوفه ديال الشك ابتسمت وقلت لي مالك؟ قال لي اش كيدور لك في ذاك الراس؟ قلت لي اش غادي يدور؟ غير كنسولو صافي. اجينا نديرو في هاد القريه هادي. قال لي غادي نقلبوا على واحد السيد سميتو فواز. قلت لي شكون هاد فواز؟ قال لي فواز هو اللي عنده ميزان الالفيه. قلت لي ولكن فين غنلقاو هذا الراجل وسط من هاد القريه الكبيره؟ قال لي ما نعرف، خلينا ندخلو نسولو. دخلنا للقريه اللي لقيناها عامره بعباد الله وكيبان بلي دايرين شي احتفال، وقيل عندهم شي مهرجان ولا موسم. الجو ديال هاد القريه كان صحراوي والناس ديالها كانوا سمرين. دخلت انا وارسيس وسط من المجمع ديال الناس، درت القب ديال السلهام على راسي وشقينا طريقنا وسط من عباد الله اللي كانوا منغمسين في الاحتفال. وقفت واحد الولد صغير وسولته على المهرجان، وقال لي هذا المهرجان مهرجان البطراء، فيه كيعرضوا الناس ثقافه والتراث الاردني. طلقت من الولد وقلت لارسيس دابا عاد عرفت علاش جينا لهنا. قال لي ارسيس بما انه مهرجان تاريخي فراه غنلقاو فيه فواز اللي هضر لي عليه جدك. بقينا كندورو في السوق ولاحظنا بلي الناس حاطين علينا العين، وحنا كندورو واحد شويه ضرب لي ارسيس على كتفي وقال بواحد الصوت خافت شوف اللور. دورت وجهي بشويه وانا نشوف واحد الراجل ملتم وداير في الجنب ديالو واحد الخنجر كنتابعنا. قلت لارسيس شكون هذا؟ قال لي ما عرفتش ولكن راه ملي دخلنا وهو تابعنا. قلت لي شنو غادي يكون باغي منا؟ قال لي ارسيس باش غنعرف، خلينا ندخلوا لهاد الزنقه وتما نحكموه. بديت انا وارسيس كندخلوا وسط من الزناقي ديال القريه اللي كانوا ضيقين. دخلت انا من واحد الزنقه وارسيس تخبى في واحد القنت وانا تمشيت. خلى حتى دخل داك الراجل الملتم ويتمجي ليه من الله وحكمناه مزيان. فاش عرف راسو حصل حاول يهرب ولكن ما لقى فين. حكموا ارسيس وقال ليه انت من قبيله وانت تابعنا شنو باغي؟ قال لي داك الراجل والو سيدي غير بنتو لي غراب على المنطقه، داكشي علاش غير من باب الفضول تبعتكم حيت قليل فين كيجيونا الزوار من بلايص اللي بعيده. شاف في ارسيس بنظره ديال الشك وانا نقول ارسيس غير طلق منه بين ما كيكذبش. شاف في ارسيس ومن بعد طلق منه بدا كيقاد ليه في حوايجه وقال لي راه حنا جينا لهاد القريه بنيه صافيه ما ناويينش الشر. قال لي الراجل الا كانت شي حاجه نقدر نعاونكم قولوها ليا. قلت لي راه حنا كنقلبوا على واحد الراجل اللي سميتو فواز. قال لي انا ذاك السيد الملتم اياه واش عارفين الكنيه ديالو ولا شي نعت؟ قال لي ارسيس فواز نصر الدين المالكي. وساو عينين الراجل الملتم وقال انا سمير نصر الدين المالكي وهذا اللي كتقلب عليه جدي. قال لي ارسيس فين كاين وفين قدروا نلقاوه؟ قال لي سمير ولكن شنو باغين من عنده؟ ياك ما باغين تاديوه؟ قلت لي لا 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 ما غاديش ناديوه، بغينا ناخذوا من عنده غير واحد القطعه كتخصنا وغنمشيو في حالنا. شاف فينا الشاب وقال لنا تبعوني، وفعلا تبعناه. بقينا تابعينه حتى وصلنا لجيج واحد الخيمه مصفحه حدا بزاف ديال الخيام، كانوا كيشبهوا لدوك الخيام ديال المخيم ولكن كانوا كبار. وقفنا في جنب وحده ودخلها سمير وسمعنا جدو قال جيت يا سمير وجبتي الصخره اللي قلت ليك؟ قال لي جبتها جدي. وجاو معايا حتى شي ضياف. خرج لعندنا داك الشارف كيشوف فينا ورجع جلس فوق من واحد الكرسي ديال الخشب، كانت قدامه واحد الطابله فوقها شي احجار وجواهر. هز في يدو واحد المكبر وبدا كيتفحص في دوك الاحجار، كان كيشوف وحده اللي كانت خضراء. هو ينطق بالجهد وقال قارين مسلم وحارس بوابة البرزخة جابهم لعند راجل شارف بحالي. تمينا داخلين بجوجنا وقلت باستغراب كيفاش عرفتي هادشي من الشوفة الأولى؟
قال القارين ديالي هو اللي قالها ليا. قال لي ارسيس اه راح دا واحد الكائن كيوشوش لي في ودنه ويقول لينا داك الشي باني فوازه. كنظن انني عارف علاش كتقلبوا. وقف من بلاصتو ومشى لجيت واحد الصندوق اللي كبير كان محطوط حداه. حلو من بعد جبد واحد الصنيديقه صغيره كان لون ديالها كحل ومرسومين فيها نفس الرسمات اللي كانوا مرسومين في الخريطه. هو يقول فهاد الصندوق كاين ميزان الالفيه. قلت لي ولكن كيفاش غتعطيني لنا بهذه السهوله؟ قال لي حيت انا فقط حارس لهاد القطعه، ما عنديش الحق نوقف في طريق الاربعه الكبار وكنظن انت واحد منهم. دابا شفت انا في ارسيس بتعجب وقال لي ارسيس نسيت ما قلت لك، انت اللي غادي تجلس في الكرسي ديال جدك. قلت لي حتى لدابا عاد كتقولها، شحال من حاجه باقي مخبي عليا. حط الشارف في الصندوق فوق من الطابله وقال كنظن انه عندك الساروت. وانا نقول شمن ساروت؟ قال لي الساروت ديال هذا الصندوق. قال لي ارسيس اه عندنا. شاف فيا وقال لي واش عقلتي على الساروت اللي حلينا به الصندوق ديال الخريطه؟ قلت لي اه باقي عاقل. قال لي راه نفسه ياك باقي عندك؟ قلت لي اه عندي. جبت الساروت من جيبي وحليت الصندوق وشفت شنو كاين وسط منه. بان لي واحد الميزان اللي اللون ديالو ذهبي. وقلت لارسيس واش هو هذا؟ قال لي اه هو هذا الميزان الالفي. نطق فواز الشيباني وقال لنا بقى قدامكم مسيره طويله باش تجمعوا القطع الالفيه. ومشى جلس فوق من الكرسي ديالو. بلا ما ندويو وقف ارسيس تم غادي وتبعته وخدينا معنا الميزان الالفي. ما نطقنا بتا شي كلمه وخرجنا. وانا نقول لارسيس ما جاكش هاد الشيباني في شي شكل؟ تبسم ارسيس وقال لي وعلى فهاد العالم عندكم كاين شي حاجه عاديه؟ بقينا كنضحكوا ورجعنا كيف عادتنا لعند الشيباني الوسط من ديك الخربه اللي في الخلا. دازو شهور وحنا كنقلبوا على القطع الالفيه. سافرنا لبلايص متعدده من بينها الصور ديال الصين العظيم وواحد البلاصه سميتها ستونهنج كاينه في انجلترا وحتى تاج محل الهند. سالينا من الجميع ديال القطع الالفيه وما كان قدامنا حتى شي حاجه ولا عقبه اللي تستحق نعاودها ليكم. غير هو كان خاصنا نتسناو حتى لاخر يوم في العام مع 12 قد قد. في ديك الوقيته عاد نحلوا البوابه ديال معبد جيجاس. بقيت انا جالس عند الشيباني وارسيس رجع للعالم ديالو يقضي شي غاد وكان كيجيب لي الماكله. وفي الغبره الاخرى قال لي غير رجع عندي في الليله المعهوده. انا مع الوقت والملل وليت مع داك الشيباني غير مقابل القرايه. مخشي في ديك المكتبه ديالو اللي كانت عامره بانواع مختلفه ديال كتب السحر واقوى كتب السحر. الاقوى فيهم كان كتاب سميتو عمران اليهودي. هو كتاب ديال السحر الاسود كيهضر على واحد الساحره عربيه سميتها الدعجاء. عنوان الكتاب هو الاسم ديال الكاتب. وذكر عمران اليهودي بزاف ديال الطلاسيم في الكتاب وكيقول بلي هاد الطلاسيم حقيقيه ونقلها مباشره من واحد المخطوطه خلت هذيك دعجاء. تعلمت من داك الكتاب بزاف ديال الطلاسيم اللي قويه بحال طلسم الفناء. وعلمني الشيباني شي طلاسيم اللي بسيطه بحال طلسم الانتقال الاني وطلسم الانتقال. كاين فيكم اللي غادي يقول لي ياك غير بحال بحال، ولكن غنقول لكم لا، طلسم الانتقال الاني كينقلك من بلاصه لبلاصه وحده اخرى شافتها عينك. نعطيكم مثال بحال في شي معركه الا شفتي قدام الخصم ديالك فراغ تنتقل قدامه. اما طلسم الانتقال فهو تنتقل لبلايص بعاد بمجرد ما تذكر سميت المنطقه اللي باغي تمشي لها واخا ما تكونش ديجا زرتيها. مشات ايام وجات ايام اخرى. وفي واحد الليله فين كانت الشتا خيط من السماء وعاد مضوي السماء غيدخل علينا ارسيس وغيلقاني جالس حدا الشيباني. شاف فيا وقال لي راه وصل الوقت. نط من بلاصتي وقلت ليه انا موجود. وانتقلنا بطلسم الانتقال تحطينا قدام واحد المعبد اللي كان كبير مخيم عليه الظلام والسكات. وتحلت قدامنا واحد البوابه ديال الحجر. تمينا غاديين داخلين. مصدر الاضاءه الوحيد اللي كان عندنا هو القنديل اللي كان هز ارسيس. انا كنت غير تابعو من موراه ما عارفش فين غادي ولكن بقيت غادي. غاديين في واحد الممر اللي ضيق. المعبد حسيت به خلوي بزاف. وحنا كنتعمقوا بديت كنسمع شي همسات غريبه في ودنيا. وفاش وقفت قال لي ارسيس مالك؟ قلت لي كنسمع شي اصوات كتهمس ليا في راسي. قال لي ما تخليهاش تشوش عليك. وبقينا كنتمشاو حتى وقفنا قدام واحد البوابه اللي كانت ذهبيه ومنقوش عليها نفس الرمز اللي كان منقوش على الخريطه. في جناب ديال هاد البوابه كانوا واقفين جوج ديال المخلوقات. المنظر ديالهم كان كيخلع، الملامح ديالهم بشعه. بجوجهم عندهم عين وحده لواحد وسط من الجبهه ديالهم والفم ديالهم مخيط. اما ودنيهم ما كانوش عندهم، كانوا عمالقه وعندهم عضلات. وراهم ارسيس القطع وبلا ما يقولوا حتى شي كلمه خلونا ندخلوا. دخلنا للغرفه
وانا لقى قدامي واحد البيت كبير كله باللون النحاسي، نقدر نقول القنت كامل نحاسي، ودوك الحيوطه مرسوم فيهم بزاف ديال الرسمات. ربعات الحيوطه كل حيط مرسومين فيه جوج ديال الاشخاص لابسين واحد اللباس فرعوني قديم، صايا وواحد الثوب اللي قصير على صدرهم، وكل واحد فيهم هز قطعه من القطع الالفيه. تحرك ارسيس لجهه الحيوطه ديال الغرفه، وكل قطعه ركبها في بلاصتها في دوك الرسمات، وبقات قطعه اللي هي قطعه هرم الالفيه ركبها في بلاصتها حدا واحد الشخص اللي كان كيبان بحال شي ملك راكب فوق من العود ديالو وهز في يديه هرم الالفيه. وقفت انا وبديت كنتسنى شنو غادي يوقع. شاف فيا ارسيس وقال لي قول الطلسم اللي حفظتك. قلت لي اه الطلسم، وبديت كنقرا في ديك الترنيمه اللي كانت يا قوى الارض والسماء اسمعوا نداء سيد بوابه البرزخ العظيمه، ان يغدر بي بالحكمه والضياء واجلبوا الكتاب من عمق الخفاء من تحت التراب الى النور ليظهر الكتاب المضمور. يا اسرى الزمن المكنون يا حراس الكتاب باسم الحق والقدره العظيمه افتحوا لي ابواب الحكمه القديمه لتدار الصفحات في هذا المكان بسلام وقوه بلا نقصان الساعه الساعه. عجيلو عجيلو. بعد ما ساليت لاحظنا بلي القطع الالفيه خرجات من بلاصتها ولات طايره فوق من ريوسنا، اندمجات وتجمعات مع بعضياتها وتحولت لواحد الصندوق اللي كان ضخم لونه ذهبي واللي تحط حدا رجليا. شفت في ارسيس ولقيته مبتسم وقال لي اش كتسنى حل الصندوق. حليت الصندوق ولقيت وسط منه واحد الكتاب اللي كان عنده واحد الغلاف من الفضه والوراق ديالو من الجلد. حليته ولقيته خاوي ما فيه والو. قلت لارسيس دابا شنو الفايده من هذا الكتاب اللي ما فيه حتى شي كلمه؟ قال لي هذا الكتاب راه لغز غير بوحدو وعنده شيفره معقده خاصها الدار باش تكشف على الكلام اللي مكتوب فيه، ولكن حنا ما عندناش لاش نكشفوا هذا الشيء اللي فيه، حنا تامرنا غير باش نجيبوه. قلت لي وشنو كتسنى؟ خلينا نمشي. كنت فرحان حيتاش واخيرا غادي نتهنى من هاد الشيء ونخرج جدي من الحبس ديال الجن ونرجعوا للعالم ديالنا. شبك ارسيس صباحو وتحطينا في منطقه اخرى قدام واحد ثلاثه ديال الكراسه كبار جالسين فيهم واحد الكائنات الملامح ديال وجههم ما كيبانوش مزيان، وجه ما عندوش الملامح. شفت انا في ارسيس وقلت لي ولكن فين حنا؟ وعلاش ما مشيناش باش نحاروا جدي؟ قال لي وفي وجهه ملامح ديال الحزن. غير اسمح لي يا يوسف ولكن انا غير كذبت عليك. قلت لي كيفاش كذبتي عليا؟ قال لي الكتاب ما غاديش نديو للقبيله اللي مسجون فيها جدك. قلت ليه علاش؟ قال لي انا ما ليا حتى شي حاجه في هذا القرار وهذا الشيء ماشي شخصي، جدك هو اللي امرني باش نمشي لعندك ونوهمك باللي غادي نعتقو باش تعاوني نلقى الكتاب ونرجعو جدك. هذا الشيء اللي قال لي نقول حيت كان عارف باللي كل ما قلناش هذا الكلام ما غاديش توافق، وديك الساعه غيطيح الكتاب في القبيله اللي قلت ليك. قلت لي وجدي فين هو؟ شنو غادي يوقع عليه؟ قال لي للاسف غدا غادي يتعدم في الساحه ديال قبيله اجيش. قلت لي ولكن كيفاش؟ واش غادي نخليوه يموت بلا ما نعاونوه؟ هذا هو واحد من دوك اللي كانوا جالسين وقال لاشمي جندي مخلص وراه عارف هادشي وما عندوش مشكل، راه ولا دابا غنيمه ديال قريه اجيش وحنا ما عندناش الحق ندخلوه ولا غادي يطنوض الروينه في هذا العالم ديال الجن. هزيت عينيا في ارسيس اللي كان كيشوف في الارض. قلت لي ولكن كيفاش قدرت نثق في الشيطان بحالك؟ قريت ديك الساعه الطلسم ديال الانتقال وانتقلت لقدام الدار ديال الشيباني جمال. جلست فوق من واحد التل ديال الرمله وبقيت كنبكي، حسيت بالشمته والغضب. كيفاش ارسيس كان قادر يكذب عليا هاد المده كامله؟ كان كيوهمني بلي غادي يعتق جدي، ولكن اللي بان ليا هو انه بغى يعتق راسو وصافي. بقيت جالس تما والشمس بدات كتمشي، حسيت بواحد اليد تحطات على كتفي. هزيت عينيا وانا نلقى الشيباني. قلت لي شنو؟ حتى انت واش كاع داكشي اللي قلتي كذوب؟ ابتسم وقال لي لا لا. جلس حدايا وقال لي مالك اش كاين وفين هو ارسيس؟ عاودت لي القصه كامله وبقى مصدوم وغير كيشوف. وانا نقول لي داك الخائن ديال ارسيس كيفكر غير في راسو. قال لي الشيباني على حساب هاد الكلام اللي قلتي لي فراك غالطه ولدي. قلت لي فاش؟ قال لي ارسيس ما هربش من الموت. قلت لي علاش؟ ياك القارن ملي كيموت الشخص اللي في العالم ديالنا كيولي حر. قال لي اصلا ارسيس راه حر وزيد عليه مسلم. قلت لي كيفاش ما فهمتش؟ قال لي انا غنشرح لك، ملي كيموت الشخص وكيكون القارن ديالو كاع محرر وغير مسلم فراه كيعيش عادي، ولكن لك العكس. انا كملت وقلت ليه كيموت. صدمت الشعر ديال الجسم ديالي وقف وقلت لي يعني انا غير ظلمت ارسيس مسكين
غي هو علاش دار هادشي كامل باش يحميكم ويحمي عالم الجن هو والهاشمي جدي؟ ما فهمتش. قال لي من الاحسن ولدي ما تفهمش. قلت لي انا دابا ما عارف شنو ندير. قال لي شيباني يوسف تارك انسان مميز وكل ما كان جدك عارفك غتلقى هاد الحل كاع ما يتيق فيك ويوكلك ترجع الكتاب للمجلس. مجرد ما سالا شيباني كلامه وانا نتفكر الهرم ديال الالفيه والشيطان اللي وسط منه، وانا نقول لي انا عارف مزيان كيفاش غادي نخرج جدي من هاد المصيبه. قال لي شنو كيدور لك في داك الراس؟ قلت لي غادي نرجع للمعبد ديال الشمس باش نرجع هرم الالفيه. قال لي ولكن شنو باغي؟ قلت لي ما باغيش هو ولكن باغي الكائن اللي وسط منه. وانا نسمع واحد الصوت من مورايا قال لي اكزوتيا شيطان الخراب واش انت قادر تتحكم فيه؟ تلفت وانا نلقى داك الشيباني فواز اللي خدينا من عنده الميزان الالفي والحفيد ديالو سمير. قلت لي هذا انت؟ ولكن شنو جابكم لهنا؟ قال لي جيت باش نساند حفيد صاحبي القديم في الحرب اللي غادي نخرجوا منها خاسرين. ابتسمت وبديت كنشوف واحد البصيص ديال الامل ويقول شيباني جماله حتى انا غنوقف جنبك. قلت لي واخا احنا اربعه ديال الناس شنو غادي نديروا قدام قبيله فيها بزاف؟ شاف فواز في جمال وبداو كيضحكوا. قلت لهم مالكم؟ قال لي فواز وقيلا استخفيتي بينا يا هاد الولد، ما تشوفناش كبه من الشيب وتحقرنا. غادي نحط تحت الاميره ديالك 50,000 جني مسلم و 50,000 مارد. ويقول جمال وانا غادي نحط 70,000 جني مسلم. قلت لي ولكن سمعت واحد من دوك الاربعه الكبار قال بلي ممنوع على شي قبيله تدخل في شي قبيله. قال لي فواز ممنوع على الجيل الكافر ماشي المسلم. قلت لي شنو كنتسناو؟ خليونا ننتقلوا. انتقلنا لمعبد جيجاس اللي لقيتو خاوي ما فيه حتى شي واحد. خديت منه الهرم ديال الالفيه ومن بعد انتقلنا لواحد البلاصه قريبه من قبيله اجيش واللي كانت في واحد المنطقه في العراق. خيمنا تما باش الغد ليه نباغتوهم، شعلنا العافيه ودارنا بها وبقينا كندويو. هضره جبد هضره حتى دتني عيني، نست جنب الجمر ديال العافيه اللي طفات. هادشي كله دا صعيب. فاش حليت عيني لقيت فواز وجمال كيدويو. قلت لهم واش وصل الوقت؟ قال لي جمال وصل الوقت، خصنا نتحركوا. تحركنا وتوجهنا للمنطقه ديال قبيله اجيش. وكيف ما قال ارسيس واخا يدخلوا البشر للقبيله ما غيتكشفش هادشي، صعيب بزاف. ودار جمال واحد الطلسم اللي خلانا نتشكلوا على الهيئه ديال عفاريت. ودخلنا للقبيله ديالو. من بعيد بانت لي واحد الساحه كبيره دايرين بها بزاف ديال الجن. في العالم ديالنا الهادي هاد المنطقه خلويه ما فيها والو. قال لي فواز هذيك الساحه اللي هي اللي غادي تعدم فيها جدك. وتحركنا لجهتها، تخشينا وسط من الجن. وبعض لحظات بانوا لينا جوج ديال المراده اللي كانوا كبار جايين جارين واحد الراجل شارف ضعيف البنيه شعر وجهه وراسه طوال بزاف. كانوا دايرين لي واحد السنسله في عنقه وانا ما حملتش داك المنظر. حسيت براسي ما بقيتش قادر نتحكم في الغضب ديالي ونقصت وسط من ديك الساحه وتخليت على التشكل ديالي. وقريت واحد طلسم على واحد من هادوك المراده، طلسم الفناء. هالطلسم هذا خطير حيت كيصف فيها يقتل راسو تفرقع. غير صعيب تعاود الطلسم هذا حيت تقدر تموت فيها انت. قريت الطلسم الثاني باش تحول الارض الصلبه تحت المارد الاخر لحمام بركانيه. ومشيت كنجري تلاحيت على جدي عنقتو. قال لي يوسف واش هذا انت؟ قلت لي اه جدي هذا انا يوسف. قال لي علاش جيتي؟ واش ما مشاش عندك ارسيس؟ قلت لي جدي من بعد ونعاود لك خصنا نخرجوك من هنا. ومن بعيد بان واحد الجيش مدرع بزاف ديال الجنود جايين الشكل ديالهم الحقيقي، شياطين كتجري مدرعين وهزين رماح وعندهم ديول اللي طويله. الكرون ديالهم كانت كتختلف والطول ديالهم كان كيختلف من قصير لواحد طويل. في جنبي بان ليا فواز وهو كيقرا في واحد طلسم وبان تما واحد العدد هائل ديال الجن والمراده. حتى جمال بدا كيتمتم بشي طلسم وبان واحد الجيش ديال الجن. الجيش اللي معانا والجيش ديال قبيله اجيش دخلوا في معركه طاحنه. الكفه كانت مايله ليهم بزاف وغير لحظات الجيش ديالنا بدا كيقاوم. العدد ديال الجيش المعادي لينا كان كتير وعاد وصل واحد الدعم من القبيله المجاوره. وتما فين استغليت الوقت والفرصه وجبت هرم الالفيه من جيبي وقلت ما بقاش عندي حل واحد اخر من غير هاد الشيء. حطيتو في الارض وبديت كنقرا في الترانيم المكتوبه. وبسرعه الباق انفجر الهرم الالفي وخرج منه واحد الشيطان اللي ضخم اللون ديالو احمر
طويل بزاف والديل ديالو كيتحرك بسرعة. كانوا عنده قرون اللي كحلينه طوال ومخالب اللي طويلة. بمجرد ما خرج كان باين بلي هو متوحش ومتعطش للدم ودخل المعركة. بدا كيمزق في الجين، شي كيقطع ليه يدي وشي كيقطع ليه راسه، ولكن حتى اللي قرب ليها من الجين ديالنا كان كيصفيها ليه. داكشي علاش الجين ديالنا رجعوا للور وبعدوا منه. كان سريع بزاف والقوة البدنية ديالو زايدة، قدر يفني الجيش في 10 ديال الدقائق. بعد ما سلم الجيش شاف لجهتنا وتمجي لجهتنا، وكان كيلعق في داك السائل اللي كيشبه للدم، كان لاصق في المخالب ديالو. وصل حدايا بقى كيشوف فيا، ضربني بصبعو بالشهد الجيت كيرشي حتى تلاحيت في الارض بعيد، وبديت كنرد الدم. وهنا تفكرت الهضرة اللي قال ارسيس، هاد الجني اخر مرة خرج خلى الدمار، وانا طايح في الارض كنتنفس بصعوبة، والجيش ديالنا ولا داكشي اللي بقى منه مخلوعين كاملين غير من الشوفات ديالو. حسيت بحال شي طلعة فيا في الصدر تهرسات، وبان لي هذاك هز جمال وبغى يحيد لي راسو بيديه. وقفت من بلاصتي وقلت لي وقف وياك ديرها. وهنا شدتني نفس الحالة اللي كانت جاتني فاش كنا مقاتلين مع انوبيس. حسيت بواحد الحرارة في صدري بزاف، حسيت بحال شي جنوية كتشق الكرش ديالي. طحت في الارض وغيبت، غرقت عاوتاني في الظلام. هنا غادي ندويو من المنظور ديال السارد ولا راوي، يعني ماشي البطل اللي غيدوي، وغنعاودو. كيبان لينا قدامنا واحد المخلوق اللي كحل، كيشق الصدر ديال يوسف وكيخرج من وسط من الجسد ديالو، وكيتلاح على اكزوطيا. اكزوطيا اللي غي شافو تجمد في بلاصتو، وكان غي كيدافع على راسو. الحركات ديال الكائن اللي خرج من يوسف كانوا سراع، ولا نقدروا نقولوا كان كيتمشى بسرعة الضوء. وفي جزء من الثانية قطع الاكزوطيا راس ديالو، جبد المخ ديالو وجلس في الارض وبدا كياكل فيه. من بعد ناض من بلاصتو ومشى لجيت يوسف، وتخشى في الجسد ديال يوسف عاوتاني، وتسدات ديك الشقة اللي كانت في الجسد ديال يوسف. دابا غيكمل لكم يوسف المعاودة. حليت عينيا في واحد البلاصة بيت، شفت في داك السقف اللي عرفته مزيان، نضت وبديت كندور في راسي وما عرفتش كيفاش انتقلت لهنا. شفت في الطابلة اللي جنبي واحد الورقة، هزيتها ولقيتها رسالة من جدي الهاشمي كتب فيها: ولدي يوسف، أنا جدك الهاشمي والثقة ديالي فيك كانت في المحل ديالها، حاول تنسى هادشي اللي شفتي وعيش حياتك. أنت شفتي هاد العالم شنو فيه غير المآسي والحزن، بلا ما تقلب عليها. من ديما وأنا كيعجبني نبقى في جنب الحيط، ودابا اعتبرني ذكرى منسية. خاصك تعرف أولدي أني درت أخطاء كثيرة، ونهار تزاديتي درت معاهدة مع الشيطان اللي وشم بيدو على ظهرك باش واحد من الأبناء ديالو ديما يبقى يحميك. داكشي علاش انت راك مميز عند الشيطان، والمعاهدة اللي درت معاه مستحيل أنها تفك بعد من هادشي وهاد العالم. ولكن رد البال، هيد واحد من أبناء إبليس ديما في جنبك، وكنظن بلي إبليس ما دارش ديك المعاهدة فابور، حيت وحدة من البنود ديالها أنه ما يقولش ليا شنو غادي يوقع معاك في المستقبل. يقدر يكون كيوجدك لشي حاجة ما غتفهم والو من هادشي دابا. بسلامة حفيدي، توقيع الهاشمي المرزوقي. بعد ما قريت رسالة سمعت واحد الصوت كيعيط ليا، صوت اللي توحشت نسمعه، صوت الوالدة كتعيط وكتقول: يوسف انوض تفطر، نوض تفطر. ونضت من بلاصتي مشيت نفطر، وانا كنشوف فيهم مصدوم، ما فهمتش شنو قال في الاخر جدي ولا شنو وقع. لعقل اني فقدت الوعي في ديك المنطقة، ومن تما مبقيتش عاقل على والو، وقررت اني نجلس ونعاود حكايتي. قصتي سالات سلام الأصدقاء، قصة سالات. أنا متأكد أنها غتعجبكم حيت فيها شلة العيبات من داكشي اللي كيعجبكم. كنتو في قناة ميمي، أحبكم في الله، ليلة سعيدة. أديوس أميغوس.
you